حتى نص النهار. محمد المازمي، وصلنا للعشرة و42 دقيقة في توقيت هذايا باش نمشيو تسويت للمنستير نحكيو على إشكاليات تصريف مياه الأمطار وإلا تصريف مياه الصرف الصحي في شط القرعية. هالكارثة البيئية اللي حلت بالمنطقة هذايا الحقيقة فما برشا عباد تتفاعلوا ويقولوا علاش يقولوا كارثة؟ إي وي كارثة وقت نحكيو على مياه بالشكل هذاك وبالروائح الكريهة اللي قاعدة تخرج في المنطقة هذايا. دونك باش نمشيو تسويت للمنستير في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. معنا سي وسام الجبارة مسؤول على قنوات تصريف مياه الأمطار في بلدية المنستير. صباح الخير ومرحبا. صباح النور ومرحبا. مرحبا بك أختي، مرحبا بكافة المستمعين نجمة فاس. شكرا لك سي وسام. للعباد اللي ما تبعتناش البارح وإلا نسيت شنو حكينا البارح في إطار الحديث على الموضوع هذايا باش نسموهم هكايا شوية من تصريح المدير الجهوي للتطهير بالمنستير باش نذكرهم في الموضوع وبعديك نرجعوا للحوار. هو في الأصل القناة هذه هي قنوات تصريف مياه الأمطار متاع مدينة المنستير وكذلك هي تجيب زادة من المياه الرشح اللي جاية من محطة القطار دونك محطة القطار خاطر عندها فيها مياه متاع نسميوها زود ناب زود ناب هذوما يصبوا في القنوات هذه. الأصل في الأشياء هو هذه قنوات مياه معناتها تصريف مياه الأمطار دونك معناتها باش نقولوا احنا زيرولوجي راهو ما ينجمش يكون زيرولوجي خاطر المياه هذه معناتها تجي 24 ساعة ل 24 ساعة ويلزمها تقع في نوع السكة باش يقع ضرر للسكة فهمتني ودعمت في الاتجاه هذه. عملنا دراسة على الأبوان وقام بها لتحديد الربط العشوائي على القناة هذه. لقينا ثم عدة روابط عشوائية على القناة هذه. احنا في المرحلة الأولى قمنا بإزالة فم مؤسسات وفم حتى منازل معناتها كما قلت لك احنا على ضوء الدراسة هذه حددنا بعض الأسئلة اللي نجمنا نشوفوهم نجمنا نحددوهم قدرية كما تعرف معناتها القنوات يربط على القناة ديريكت ما نجموش نفيقوا به. احنا كي عملنا انسبكسيون درنا حليناها البلوعات التابعة للقناة هذه وحددنا اللي نجم نحددوه مساحة خاصة هنا هذيك ما عادش مربوطة على الواحد على غير كي قلت بعض المنشآت الأخرى لقيناها مربوطين نحيناهم على في شارع طنطا الجانبي نحينا في شارع غور تجوان هذوما برشا روابط نحيناهم. لا احنا في الصيفة نعملوا كيش قولها تدخل استثنائي اللي هو في المدة 6 أشهر بتاع الصيف هذيك نعملوا البومبات على المياه هذه باش ما نخليوهاش تصب في على الشاطئ هذيك نصبها في القنوات نتاعنا احنا في قنوات التطهير اللي هي برود الصيف 6 أشهر بتاع الصيف معناتها ما نجمش نقولوا احنا قد خدمنا تلقاو في العامين هذوما عملنا حاجات مش ما عملناش حب كل لكن حاجات ما نحطناش هالوسخ اللي راه فيه مش كاملة صحيح التدخل ماهوش كامل صحيح واحنا توا ساعين ان شاء الله كما قلت لك احنا اللي جانا نسقنا مع الخيم مع البلديه باش نعملوا حمله اخرى فتني ولا باش نبداو من حشد معناتها محطه المترو الخفيف حتى للبوندولوجي باش نحلوهم رجاره رجاره بلوع بلوع ونثبتوا فيهم بشوي شوي فتني ولا سي سي. والله هو توفي عدنان ممكن خاطر المدير الجهوي ما عندوش دراسه كامله ينجم يكون بالدراسه فما مشكل هو اللي كان يحكي عليه في عدنان صحيح النسبة نقولوا نسبة تقريبا 60-70% من المياه اللي قاعدة تصب هي جاية من الرشح نتاع السكر اللي فيه وكنت عملت فيديو البارح باش وضحت للناس شنو اللي قاعد يصير معناها في الوقت معناها البارح الليل وعبينا دبوسة نتاع مياه اللي جاية من الرشح معناها من اللي جاية من لاكار راهو أكثر من صافية قلت وجهت نداء ونزيد نوجه نداء عبر امواج اذاعتكم كان ثم شكون معناها بس ينجم يحلل لنا الماء هذا يعني عندي دبوسه وممكن نزيد نعبي له من الماء اللي جاي من الرشح راهو الماء نظيف ما فيش لا ريحه كريهه لا هذا اللي كان اكدوا سي عدنان وقال راهو صاروا تحاليل على الماء هذا وما هوش ما فيهش معناتها لا ريحه لا ماهوش ماء عادي ما مطر ولا ماء عادي ما مطر ما مطر فيه حتى شيء وقتاش يتبدل الوضعيه معناها قبل تقريب الماء هذا يجي قبل كيلومتر ونص من باش يخلط للشط قبل كيلومتر ونص اي قبل كيلومتر ونص معناها الماء هذا يبدا جاي نظيف بس قبل 500 متر تقريبا يا نخلطوا الوسط الريزو معناها نتاع لوبفياج نلقاو فما ربط فما ربط عشوائي عباره على تروبلان من بين الريزو نتاع لوناس وريزو مياه الامطار فما بيناتهم تقريبا فما يجي 5 متر معناها بين زوج ريجارات هذوما بلاصه الريجاره كي تبدا كيما نقولوا احنا ديبوردي معناها تبدا تخرج على برا في الكياس بلاصه تخرج على الكياس
فما معناها قبل ما يوصل النيفو نتاع الرقاية نتاع الرقارة فما حلقوه مربوط بين الرقارة نتاع لوناس ورقارة لوبيديار، وكنا صورناها البارح في فيديو وشافوها الناس الكل. لا يعلى النيفو يولي يصب في الريزون تاع لوبيديار، يولي الديبي نتاع الماء يصب اقوى من معناها من لكان اوتوماتيكمون. انت اذا كان باش تخلطوا الماء هذاك معناها الماء نتاع لوناس الماء نظيف الماء نتاع لوناس يولي فيه ريحه وباش يولي كولورون معناها متلون متغير لونه باش يولي. معناها احنا نوجه نداء عبر امواج اذاعتكم سي عدنان حسين بالله يسكر ونقول له سكروا كل التروبلان اللي عندكم على مستوى المفترق نتاع المستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه. سكروا هذاك تو ينقص نسبه كبيره من الماء والبقيه الكل نجموا نسكروها الاخرين معناها الربط العشوائي الاخرين ثانيين برشا نجموا نسكروهم اللي يصبوا في مياه الامطار. كيفاش ساهلين سي وسام لو تسمح باش نتفاعل معك شويه. البارح سي عدنان يقول عملنا دراسه، الدراسه هذه تقريبا من 2018 نجمنا نحصروا شويه الربط العشوائي ولكن راهو مازال وفما معناتها بعض القنوات اللي صعيب باش نكتشفوها ولا صعيب باش نجموا نعرفوها. دونك كيفاش تقول لي ساهل برشا وقت اللي نوقفوا جوج؟ نقول لك ساهل برشا على خاطر بحكم خدمتي بحكم اني وقت اللي نبدا نتفقد معناها ريتش الصيف وقت اللي الناس معناها تبدا فماش امطار في شهر جوان وجويلي يقول عندي كيب معناها نتاع جهر قنوات تصرف مياه الامطار. قاعدين تنسقوا انتوما مع لوناس؟ اي نسقوا، لا نسقوا كيكا مشكورين لوناس في عدنان ولا الرئيس داير والكل مشكورين معناها نسقوا مع بعضنا. وكيما كان يحكي في عدنان في 2018 صارت دراسه جات كاميرا على مستوى الشط على مستوى صح جابر ومن بعد حبينا نستغلوها اكثر ما يمكن الكاميرا لا غالب معناها جاتنا على وقت معين وبرا معناها يا حبذا لو كان تكون خاطر باش نطلب اني معناها باش تمشي معايا الكاميرا في عديد النقاط اللي اني بحكم اني نعرفهم خاطر مادام هما صرف قنوات صرف مياه الامطار مرجع نظر البلديه. دونك اذا كان فما حاجه احنا نعرفوها اكثر من حد اخر خاطر احنا في التراه واحنا نعرفوا شنو اللي فما بالضبط. وهذا اللي قالوا البارح سي عدنان، قال باش يتم التنسيق في الايامات الجايه مع البلديات باش ينجموا يعرفوا منهم اكثر لي ديتاي هذوما اللي كنت تحكي عليهم. شوف انا ماني باش نشكك في حتى حد بصراحه وفيه موضوع نتاع عشرات السنين عنده تاع شط القرايه جاء السيد الوزير رياض الموخر جاء يوسف الشاهد قبل ما يكون رئيس حكومه وقت هو وزير كاتب دوله كاتب دوله لوزاره البيئه وقت هو في وزاره البيئه جاءوا النواب اللي في مجلس نواب الشعب عن جهه المستير اللي قبل المنده هذه نتاع المنده اللي قبل جاء وشاف وطلع معناتها 10 سنين المسؤولين ماشيين جايين يطلعوا ويشوفوا في الاشكاليات المشكل هذا عنده 10 سنين وما فماش اراده فعليه اللي نلقاو حلول. المشكل راهو في الاراده ما فماش اراده والله الا فما اراده كان فما جات فما اراده في نهارين في 40 تويتر يوفى المشكل هذاك ويقعد الماء اللي جاي من الرشح نتاع لاكاري ويصب غادي. انتم في البلديه ما كمش قاعدين عندكم الحلول دونك ما كمش قاعدين، انت قلت لي قاعدين نسقوا مع لوناس ولكن ما كمش قاعدين تطرحوا بجديه الحلول اللي عندكم هذوما خاطر كيف ما قلت معناتها حلول تنجم تكون بسيطه قدام الاشكال اللي موجود. هذا علاش قلت لك ما فماش اراده على خاطر وقت اللي تبدا انت سامحني في الكلمه كوسام جباره مثال ماكش مدير ولا ماكش انا انت اوفريي راهو في الاخر بالكل معناها راهو مهما كانت الوحدات راني ختام انا اوفريي معناها ديما كلمتي ما تاخذش بعين الاعتبار. مشكور السيد رئيس البلديه انه هو ديما اي حاجه نقولها ياخوها محمل الجد ويتصرف في كل شيء معناها هذه نوجه له شكر على الشيء هذا السيد رئيس. لكن ادارات اخرى مانيش مدير اداره بس إيه البلديه انت كي تواصل لرئيس البلديه سي وسام رئيس البلديه ما هو سلطه محليه ماهوش قاعد يتفاعل معناتها بجديه مع الديوان مثال مع لوناس ولا مع كل ما وصلت له كل رئيس بلديه كل ما وصلت له مواضيع وكذا يكون يتصل في حينها معناها بالسيد المدير معناتها كاني نفهم منك سي وسام انه الاشكال ماهوش على مستوى جهوي محلي نحكيه زاد على شويه على المستوى المركز سلطه الاشراف يمكن ما عندهاش الاراده. هذا هو اللي حبيت نوصله انا معناها اوصل لي على مستوى سلطة الإشراف ما فماش تجاوب كبير معناها والله يعني معناها نقول لو كان شعلنا عجالي في الكياس ذكرت صلا غالبا هي باش تولي ثقافة السياسة معناها باش تزعل معاك الدولة وراهم جاوا راهم شافوا حاجة. أما كي تطلب أنت تتكلم والله تتكلم الغدوة ما يسمعك حتى إنسان وما يجاوبك حتى يعني قلت لك ما أكثر زوز وزراء جاوا زوز وزراء معناها مختلفين في فترات مختلفة في 2017 و2018 جاءوا في 2014 ذكروها ولا جاءوا زوز وزراء وتطرح ومشكور اذا
اغراقنا الكبير معناها اللي عمل قاعد يخدم على الملف هذايا. اي عمل برشا محاولات لكن ايده حاجه ما تسقط. ما ينجمش اغراقنا الكبير يطرح لك المشكل لكن ما ينجمش هو لابس يزيد فقط لك ويدور على الريزوب. هو ينجم يطرح المشكل ويلقى لك الحل زيده ولكن ما ينجمش ينفذه على خاطر زاد الامكانيات ولازم زاد سلطه الدوله ينفذ بها هو. به سي وسام اخر كلمه لو تسمح في خصوص الموضوع هذا شنو تحب تقول؟ نحب نقول نوجه نداء سي عدنان حسين فما عندكم التروبلان هذاك اللي نسبه نتاع وقت اللي يبدا الماء الممسخ اللي جاي نسبه تقريبا 70% ولا 80% من الماء الممسخ اللي جاي ماكل حلقوم هذاك من التروبلان هذاك اللي هو على مستوى المستشفى الجامعي راهو ضعيف راهو ضعيف راهو كي تشوف الماء اللي قاعد يصب مع الديبي نتاع الرسح وتشوف الماء اللي قاعد يصب هذيك ماهوش نتاع دار ولا اثنين ولا ثلاثه راهو نتاع مجمع نتاع مياه دونك معناها فما ريزو كامل نتاع ناس قاعد يصب فيها. صحيح وكان حكي زاد سي عدنان على مؤسسات راهو مؤسسات تعرف الديبي نتاعها. فما المؤسسات وكنا معناها المؤسسات اللي بلغنا عليها معناها يعني تعرضت حتى للتهديد للتضييق شوي تضييق بالتهديد اما لحاله من الغضب من شخصي يعني لاني مشيت بلغت معناها على هذه دار هذه ودارك خاصه وكذا بلغت عليهم قلت لهم هاو شكون رابط فما لا نبدل راهو فما لا ولا رابط معنا معناها في مياه وفما المشكل فما المشكل الكبير اللي موجود على مستوى كليه طب الاسنان معناها في الشارع هذاك ما فيش ريزون تاع ناس كان ريزون لوب ديار معناها فما ديار ولا محلات تجاريه رابطه راهو في اللوب ديار انا موجود هذه وقت اللي حتى اني معناها في حديثك نتاع مع سي عدنان حسين قلت له علاش معناها هذا ما فيش كيف كما هذا برانسيبال وفيه معناها ديارو علاش ما فيش قال والله حبينا وقت التكلفه نتاعو تكلف زوج مليارات طلبنا عليهم معناها المواطنين اللي باش يتعاونوا باش الفاتوره باش تكون غاليه شويه في الربط وكذا قال ما حبوش معناها على خاطر عليهم على خاطرهم خاطر غاليه انا مستغرب من معناها مستغرب من دوله تطلب من مواطن وهي غدوه باش تستخلص عليه معناها في الفاتوره نتاعو فهمت للأسف هذا حال الدولة التونسية. شكرا لك سي وسام جبارة مسؤول على قنوات تصريف مياه الأمطار ببلدية المنستير. ديما راهو لوم دو تيغان نجم يعطينا برشا معطيات نجم حتى يتفاعل هو أكثر واحد شاهد على اللي قاعد يصير. دونك نداء للمدير الجهوي للديوان الوطني الجهوي للتطهير بالمنستير أنه يتفاعل مع نداء هذايا ومع الحل اللي اقترحوه يقول لك فما تخوبلان على مستوى مستشفى الجامعي. دونك هذايا القناة اللي قاعدة تخرج في مياه ملوثة أكثر بنسبة 60-70% دونك كيف نسكروا هذه رانا نجموا نرتاحوا من تقريبا أكثر من 70% من المياه الملوثة اللي قاعدة توصل لحد 10:55. مرحبا بكم ناس الكل اللي قاعدين تابعوا فينا من مختلف ولايات الجمهورية من تطاويل من توزر من قسرين من صفاقس من نابل من بنزرت ومن الحمامات. شكرا لكم ديما على ثقتكم في زوم 73 وفي نجمة فام تليلي القفسي هذا شختار لنا باسم توا باري فوت هذه الغنية اللي عمل بها سوكسي في التسعين ورجعت في ماهيش ريبريز ولكن في طريقه حلوه في مسلسل نعرفش ذكرني باسم في اسم المسلسل النوبه انا مانيش متابعه برشا مسلسلات تونسيه دونك على مسلسل في مسلسل النوبه اللي تعاد في رمضان السنه الاغنيه هذيا كانت لقات برشا انتشار. تفردوا شويه مع الاغنيه هذيا بعد شويه باش نرجع لكم نحكي لكم على حاجه صارت في ولايه المنستير زاده على مسن يعيش في ما نحبش نقول في الشارع يعيش في خربة والخربة هذية اليوم فيها أمراض وفيها برشا حاجات خايبة. هو الحمد لله أنه تم التفاعل مع المسن هذا ولكن الباركور الكل اللي باش وصلنا في الأخر لقينا له الإيواء مش احنا لقينا له ولكن باش نجموا العباد يلقاو له فين يتم إيواءه هذي الكل باش نحكيه لكم من بعد شوية بعد موجز أخبار 11:30.